السلام عليكم. في بيتنا عاشق، مشكلة كبيرة يقع بها الآباء والأمهات إذا اكتشفوا أن واحدا من أبنائهم قد وقع في غرام فتاة من الفتيات، ويبدأون بالألم والهم والقهر والسهر، وقد لا يتصرفون بالشكل الصحيح. دعوني في هذه الحلقة أعطيكم 4 خطوات عملية من أجل التعامل مع هذه المسألة الإنسانية. النقطة الأولى، قد تكون الفتاة فتاة مناسبة، قد يكون ولدي أحب ابنة مؤمنة طيبة طاهرة نقية. والحب أيها الأعزاء ليس بالمسألة التي نتصورها، أن كل فتاة تحب هي ليست جيدة وكل فتى يحب هو ليس جيدا. قد يكون اختار الفتاة المناسبة، وما أجمل أن يحب فتى فتاة ثم يتزوجوا. إذن علينا بالخطوة الأولى أن نسرع لمعرفة النموذج الذي عشقه ولدي، لا نقطع الطريق مباشرة عليه ولا نسمع منه ولا نعرف منه. علينا أن نصارحه ونصالحه ونجالسه ونستوضحه ونقول له عشقت من؟ لا نقف في طريق العشق، بل علينا أن نقف في طريق العشق الباطل الذي يقع بالوقت غير المناسب والمعشوق غير المناسب. فلو أن الفتاة كانت جيدة، على الأب والأم أن تسرع إلى أهل تلك الفتاة فيخطبونها فيزوجونها لولدهم، لأن سعادته ستكون معها. الخطوة الثانية، فيما لو أن الولد قد قام بعشق فتاة غير مناسبة، هنا نبدأ بالجلوس معه ثم نتحدث معه بشكل واضح ولين، ندخل عليه طرفا مما يؤثر عليه. إذا استطعنا أن نصل إلى الفتاة فنستوضحها ونستفصل عنها ونعرف ما الذي جرى بينهما، ثم علينا أن نوجد له البديل. لا يعني أننا نوجد له بديلا من أجل أن ينسى عشقه الأول، بل من أجل أن يقتنع أن الدنيا لم تخلو من النساء الطاهرات المناسبات. كما أنه استطاع أن يجد هذا النموذج، فإن هناك نماذج أخرى قد تكون أفضل منها. إذن النقطة الثانية، علينا أن نكون لينين، لا نكسرن قلبه إلى درجة أننا نصنع منه إنسانا منتفضا معارضا للوالدين بكل خطوة. النقطة الثالثة وهي الأهم، علينا أن نلتفت أن ولدي مهما كان ومهما فعل لا نعتبر هذه سوءة كبرى فيسقط من عيوننا في داخل البيت، فننظر إليه على أنه شرخ العائلة وشوه سمعتها. إذا كان طالبا جامعيا فالجامعات مختلطة، وإذا كان طالبا في الإعدادية ربما غرته من هنا وهناك. علينا أن نتعامل معه بحفظ، علينا أن نحفظه، لا ندفعنه لفعل سيء، لا ندفعنه ليؤذي نفسه، لا ندفعنه ليقوم بحماقة قد نندم عليها جميعا. علينا أن نحفظه ونحتويه ونبقيه في داخل البيت، ولا ننظر إليه باشمئزاز، ولا ننظر إليه على أنه قد قام بعملية كبرى من العمليات البائسة والسيئة. النقطة الرابعة وهي الأخيرة، دعونا نسأل سؤالا مهما قبل أن نتعامل مع هذا الفتى. نحن ما الذي قدمنا لأبنائنا حتى لا يقعوا بذلك المأزق؟ ما الذي فعلنا لهذا الابن من مقدمات حتى لا يستدرج فيقع في هذه المحذورات الغرامية والعشق الذي قد لا ينفع؟ علينا أن ننظر بأنفسنا ونلوم أنفسنا، ما الذي فعلناه وما الذي لم نفعله؟ ما الذي قدمناه وما الذي لم نقدمه؟ علينا أن نكون واقعيين إذا أردنا أن نعالج هكذا مشكلة، فنبدأ من أنفسنا ثم ننتقل إلى أبنائنا، لأن المسألة لا تتوقف عند هذه النقطة. إذن 4 خطوات عملية، أولاً النظر بالمعشوق، إن كان مناسباً فالزواج مناسب. ثانياً إن كان المعشوق غير مناسب، علينا أن نوجد له البديل الذي يجعله ينفك عنها بالأساليب المحببة المهذبة حتى لو وصلنا إلى الفتاة من طرفها. ثالثاً علينا أن نتعامل مع الفتى بكل احترام وحب وكل مودة وحفظ، حتى لا ينكسر الولد انكسارا كليا إذا أخطأ خطأ جزئيا. رابعا، علينا أن نستثمر هذه المناسبة لزرع المحبة والمودة والألفة في البيت
فإن الأبناء والبنات إن وجدوا الحب في البيت سيكتفون به عن الخارج. والسلام عليكم جميعاً.